النهاردة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل للوزير وزير النقل وعدد من القيادات لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل. ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال في شبكة الطرق بالدلتا خلال العام القادم، وذلك نظراً لأهميتها وكونها شرايين للتنمية تخدم مواطني وأهالي المحافظات والمدن والقرى المحيطة، وكمان مساهمتها الحيوية في عملية التنمية وتسهيل حركة التجارة وربط التجمعات العمرانية والصناعية والزراعية، وبالتناغم والتكامل كمان مع مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري. وطبعا في ناس من أهل الشهر كل ما بتشوف خبر أو اجتماع بالشكل ده تعيد طرح السؤال اللي دايما بنجاوب عليه عشرات المرات، احنا ليه عمالين نعمل طرق ومحاور وخطوط ومواصلات بالشكل ده؟ طيب خلونا تاني نطرح سؤال على الدكتور حسن مهدي خبير الطرق والنقل. أهلا بك يا دكتور حسن. مساء الخير يا دكتور حسن. دايما الناس يعني احنا طبعا جاوبنا على السؤال ده كتير، لكن احنا طبعا برضو اهل الشهر دايما يقول لك احنا ليه بنعمل برضو في طرق ومواصلات وكباري وي وي وي. أهمية حضرتك هذه الطرق وخاصة في الدلتا. طيب هو طبعا البنية الأساسية هي الداعم لمشروعات التنمية في أي دولة وفي أي وقت، فعلشان يبقى عندك تنمية لازم يكون عندك البنية الأساسية بتاعتك قوية وبشكل جيد. على رأس البنية الأساسية هي قطاع النقل، وقطاع النقل قطاع حيوي وقطاع بيخدم مشروعات التنمية المستدامة عمرانيا وصناعيا وزراعيا وسياحيا. بدون ما يكون عندي قطاع نقل قوي بكافة وسائط وأدواته، من نقل بري ومن نقل سككي ومن نقل بحري ومن نقل نهري وحتى شبكات النقل داخل المدن، من غير ما يكون عندي شبكات نقل جيدة لا أستطيع أن أنا أقوم بمشروعات تنمية، سواء مدن جديدة، سواء استصلاح لمناطق صحراوية وزراعتها، سواء استغلال الموارد الطبيعية من مناجم ومحاجر، سواء إنشاء مصانع ومناطق صناعية. كل هذه الأمور تتطلب وجود شبكات نقل ومواصلات وبنية أساسية من كهرباء ومية وصرف وخلافه. نعم. الدولة قبل 2014 كانت بتقدم حلول مسكنة لا ترقى إلى درجة الحلول المتكاملة. مع بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم كان هناك رؤية ان لابد ان انا اقتحم المشكلات المزمنه واحلها حلول جذريه للاجيال الحاليه والمستقبليه، فبدات الدوله تحط حلول متكامله لمشكلات البنيه الاساسيه ومنها قطاع النقل. وعلى فكره قطاع النقل قطاع خدمي. يعني ايه قطاع خدمي؟ يعني الدوله لا تهدف للربح من هذا القطاع. نعم. لا، قطاع خدمي بيمس حياه المواطن اليوميه ويساهم في اعمال ومشروعات التنميه زي ما أشرت بكافة صورها عمرانيا وصناعيا وزراعيا وسياحيا. وبالتالي الدولة بدأت من 2014 في مشروعات قومية للنقل، منها المشروع القومي للطرق اللي ساهم في ربط مفاصل الدولة ببعضها وساهم في توفير آلاف فرص العمل لأبنائنا المصريين، وبالتالي ساهم في الحد من معدلات التضخم والبطالة. نعم. وفي نفس الوقت ساهم في سرعة إعمار المدن الجديدة وإنشاء مناطق صناعية ومناطق لوجستية وغيرها، علاوة على النقل السككي وما تم فيه من 2014 إلى الآن. وقد لا يكفي وقت المداخلة للمشروعات اللي تمت، لكن عايز أقول إن بدون هذه المشروعات الوضع كان هيبقى أكثر سوءا. واللي مش مصدق يشوف مثلا الزيادة السكانية، احنا كنا سنة 86 48 مليون نسمة، النهاردة 103 مليون. دي حقيقة فعلا يا دكتور حسن، دي حقيقة فعلا. طب السكانية تتطلب ان انا يبقى عندي البنية الاساسية تزداد، والا يبقى انا هبتدي يحصل عندي اختناق. نعم. وده اللي كنا موجودين فيه قبل 2014 وعايشينه. دكتور حسن، طيب احنا حضرتك عملنا نفذنا كم كيلو من الطرق حتى الان؟ وما هو المستهدف؟ شبكة الطرق القومية احنا نفذنا ما يقرب من 7000 كيلو متر طولي، وهذه الشبكة تعادل 23% مما لدى الدولة من شبكة الطرق.
مسفلتة أو مرصوفة. شفت حجم الإنجاز هذا الرقم؟ ده إنجاز كبير ده. في طريق طبعا. بس أنا عايز أقول إيه عشان المغرض اللي بيقول هو إحنا هناكل أسفلت، أنا أشهد وشهادة حق لله مفيش طريق اتعمل إلا لما كان ليه جدوى فنية واقتصادية. يعني كنا بنشق الطريق وجنبينا الأرض بتتساوى وبتتزرع. كنا بنشق الطريق وجنبينا مدن جديدة بتنشأ. ده حقيقي. كنا بنشق الطريق وجنبينا مصانع بتتبني. يبقى حضرتك النهارده بدون هذا الطريق ما كنتش هتزرع، ما كنتش هتبني، ما كنتش هتعمل حاجه. دي حقيقه فعلا صح. طب دكتور حسن بقى، راي حضرتك نروح بقى للقطار السريع، راي حضرتك في تخفيض تذاكر قطار السريع؟ تخفيف تذاكر؟ انا ما سمعتش. تخفيض يا فندم. تخفيض مخفضه. القطار السريع هو لسه لم يعمل، احنا في مرحله الانشاء. يمكن تقصد ال LRT؟ نعم. اللي هو القطار الكهربائي الخفيف ده اللي اشتغل. هي الدولة خفضته 5 جنيه يا فندم للتذكرة للمواطنين. ده يمكن حضرتك تقصد القطار الخفيف، لكن القطار السريع الخفيف يا فندم قيد الإنشاء يعني. فطبعا الدولة كما أشرت لحضرتك هي خدمة، واحنا عشان مشروعاتنا كتير يا فندم، طبعا انت عارف طبعا المونوريل والسريع والخفيف وكله يعني. مظبوط مظبوط. الدولة بتهدف إلى خدمة المواطن بأنها تقدم له دعم ووسيلة نقل حضارية وبشكل ومستوى جيد للحد من التأخيرات والتلوث وتأمين حركة المواطن. كل دي حضرتك الدولة بتهدف ليها، لان في السطر المدقق انا قلت ان النقل خدمه ولا تهدف الدوله للربح منها. نعم يا دكتور حسن، انت كلام حضرتك طبعا اكيد طبعا. دكتور حسن مهدي خبير الطرق والنقل، شكرا جزيلا لحضرتك. وهيفضل طبعا ان موضوع ان الطرق والكباري مهمه جدا لخدمه التنميه داخل مصر.